بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اليوم في أحد الفعاليات المنظمة من غرفة تجارة قطر. وفي البداية نحيي سعادة الشيخ خليفة الثاني رئيس غرفة تجارة قطر، وأيضا نحب أيضا أن نوضح أن هذه أحد الفعاليات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة في غرفة تجارة قطر. طبعا اليوم راح نتكلم في عدة محاور، وعندنا مستضيفين أبرز الشخصيات المتخصصة في الصناعة في قطر، في دولة قطر. طبعا عندنا السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري، نحييه، حياك الله. وأيضا السيد يوسف أحمد العمادي، مدير إدارة التنمية الصناعية وزارة التجارة والصناعة. وأيضا السيد حمد عبد العزيز المهندي من هيئة المناطق الحرة. وأيضا السيد حمد راشد النعيمي من وكالة ترويج الاستثمار، حياكم الله جميعا. وأيضا من بنك التنمية أيضا عندنا الأخ أيضا من بنك قطر التنمية مبارك، نعم الأخ مبارك. نعم. ففي البداية نتكلم عن المحاور اللي هي تم الصناعة، واللي هي أحد الاستراتيجيات لدولة قطر، واللي تهتم في التصدير والصناعة المحلية ودعمها من ناحية وزارة التجارة، والدعم اللي نحصله دائما من وزارة التجارة ومن غرفة التجارة قطر. طبعا الصناعة القطرية وتطورها في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد يعتمد على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فلذلك هذا أحد المحاور اللي يشجع رواد الأعمال في دولة قطر على الاهتمام بالصناعة الغير نفطية، والتي تعود بعائد مرتفع على الاقتصاد، لأن مثل ما نعرف إحنا الاقتصاد يعتمد على المنتجات المحلية التي نقدر نصدرها، وفي المقابل يكون العائد المادي والإيرادات تلعب دور في رفع الاقتصاد في دولة قطر. طبعا نطرح هذا الموضوع الاستراتيجية للسيد يوسف العمادي من وزارة التجارة والصناعة، بحيث أنه راح يتكلم عن الاستراتيجية اللي موجودة عندنا في دولة قطر، وشلون الاستراتيجية عندنا في دولة قطر تدعم الصناعين المحليين وأيضا المنتجات المحلية. بسم الله، السلام عليكم. خلوني بس عشان أخذ بعض الأرقام. بعد ما انتهينا من الاستراتيجية الثانية 2018-2022، عندي مك 2018-2022 حدثنا الاستراتيجية 23 لسنة 30. طبعا درسنا شنو الاخفاقات والنجاحات اللي حققنا فيها في الاستراتيجية الثانية، وخذنا في الاعتبار في يوم عدينا الاستراتيجية. فترة 2018-2022 كل عند علم يعني الاقتصاد، يعني الاقتصاد العالمي النمو كان بطيء جدا. لاحظنا يمكن القطاع الصناعي كان على الأقل نسبيا، نمو القطاع الصناعي في الفترة هذه من 2018-2022 كان نمو نسبيا جيد، يعني حققنا نمو تقريبا الصناعات التحويلية، نمو كان في 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 الصناعة التحويلية 3.7%، والمساهمة الأخيرة في الصناعة التحويلية 2022 تقريبا 8% كانت مساهمة القطاع الصناعي الصناعات التحويلية فقط، نتكلم عن الصناعات التحويلية في الناتج المحلي. في الاستراتيجية الجديدة طبعا حددنا القطاعات، عدينا تصور للاستراتيجية، حددنا الاتجاهات الاستراتيجية، احنا وين رايحين في الصناعات التحويلية، والاتجاهات وايش ايش اللي بنحققه من اهداف، وحددنا مؤشرات الأداء. على أساس كان لاحظنا في الاستراتيجية القديمة مؤشرات الأداء ما كانت كثير واضحة، يعني احنا حطينا مؤشرات الأداء يعني رقم، احنا اذا وصلنا الرقم حققنا نتائج الاستراتيجية، اذا ما وصلنا الرقم نشوف ليش ما وصلنا الرقم واسباب الخلل. وحددنا شكل ما قلت لكم القطاع الاتجاهات والمؤشرات الأداء، وحددنا القطاعات الأساسية الأولوية في الصناعة، وتقريبا كانت 6 قطاعات، 6 أو 7 6 قطاعات تقريبا، وحددنا المبادرات لتحقيق القطاعات أو على أساس نوصل النتائج المرجو. والقطاعات أغلب القطاعات هي قطاعات
صناعة المعادن طبعا بين قوسين الألمنيوم، وصناعة المستلزمات والأدوية الطبية، المستلزمات والأدوية، وصناعة المواد الغذائية. هاي منظور وطني على أساس الغذاء والأمور الطبية يكون أمن وطني أو أمن غذائي وأمن طبي، بالإضافة إلى قطاع البلاستيك والبتروكيميكالز. وحطينا طبعا في الاستراتيجية، أنا ما أعرف أكمل كل الاستراتيجية ولا بعدين بندخل نقطة نقطة، وحطينا الأهداف اللي نبي نوصل لها بالضبط في سنة 2030. يعني إحنا اليوم قلنا نبي نزيد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، اليوم إحنا عندنا 57% المليار، مليار نبي نوصل إلى 87% سنة 2030، يعني شبه يمكن ما أعرف 40% وصل أو زيادة، في معدل نمو سنوي 4.9%. يمكن النقاط الثانية نبي نحاول زيادة الصناعات الغير هيدروكربونية. أنا أتكلم صادرات الصناعات الغير هيدروكربونية، اليوم بالصادرات الغير هيدروكربونية تقريبا 37 مليار سنوي أو سنة 2021، نحاول نوصل الرقم هاي إلى 64 في سنة 2030. طبعا من المبادرات اللي بنسويها والبرامج والمبادرات على أمل نوصل في السنة سنة 2030 للنتائج كلها. طبعا حطينا احنا يمكن أكثر من مؤشر، حطينا يمكن 10 مؤشرات على أساس نشوف حققنا الأهداف ولا ما حققنا الأهداف. بعض البرامج، احنا البرامج يمكن احنا بدينا، حتى على سبيل المثال احنا بدينا نقابل او نقابل الشركات اللي لهم في مجال نحاول ننشئ مجمع للصناعات اللي تعتمد على الألمنيوم. يمكن التقينا في بعض القطاع الخاص وبعض الشركات اللي لهم علاقة وبعض الجهات عشان نشوف كيف نقدر ننشئ مجمع متكامل حق الصناعات الألمنيوم. عندنا طبعا الألمنيوم، عندنا بعض المصانع تنتج الخطوة الثانية حق الألمنيوم، في 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 خطوة ثالثة حق الألمنيوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة. أعتقد إحنا بدينا في المشروع هاي، ونتأمل إن شاء الله نطلع في نهاية المشروع هاي يمكن على قبل المنتصف يمكن العام القادم إن شاء الله، مشاريع فرص استثمار لطرحها للقطاع الخاص. طبعا احنا عندنا مجمع الألمنيوم وقاعد ندرس في نفس اللحظة أو في نفس الفترة متزامن مع الألمنيوم للبلاستيك والبتروكيميكالز، بالإضافة إلى مجمعات أخرى نفكر فيها لمجمعات المستلزمات الطبية ومجمعات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مجمع لصناعة المنتجات المساعدة حق صناعة النفط والغاز. طبعا احنا للحين ما عندنا الفكر، بس احنا في مرحله البحث على اساس نشوف شنو المصانع النفط والغاز، نبي نعمل صناعات مسانده حق صناعه النفط والغاز للقطاع الخاص. ما اعرف في باقي شيء اقوله ولا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه استاذ يوسف العمادي، واشكرك على توضيح استراتيجيه تنويع الاقتصاد. طبعا ننتقل الى التحديات. طبعا احنا سمعنا عن استراتيجية تنويع الاقتصاد، راح نتكلم عن اهم التحديات اللي تأثر على نمو قطاع الصناعة في دولة قطر، وطبعا وهذا هو الطريق لتحقيق اهداف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. طبعا هذا الموضوع راح يفيدنا بإذن الله السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري، عضو مجلس إدارة وغرفة تجارة قطر. طبعا يريد تحبث يعني يحبذ لو تتكلم عن التحديات التي تؤثر على نمو الصناعة، المقترحات لتحقيق أهداف الاستراتيجية اللي تكلم عنها سيد يوسف. شكرا الله يسلمك، وأشكر أخواني الحضور على الحضور مشاركتنا هذه الندوة. أنت يوم جبت موضوع التحديات تبينا نتهاوش إحنا ويوسف، لكن إحنا على 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 نمط واحد. ودي أبدأ من صراحة من إحنا أخواني في الغرفة برئاسة الشيخ خليفة، كلفت إني أرأس لجنة الصناعة في الفترة هذه،
وبصراحة أعدنا تشكيل لجنة الصناعة بحيث أن احنا غطينا جميع القطاعات اللي نراها. يمكن بعض الأخوان يقول ليش طلعوني ولا شالوني، لا احنا نغطي كثير من القطاعات في الصناعة، وصراحة عكسناها في اللجنة. أول اجتماع كان لنا في اللجنة، وهذا يتماشى مع موضوع الاستراتيجية، كان في وزارة التجارة والصناعة، وإحنا تعمدنا أن يكون أول اجتماع للجنة الصناعة يكون في وزارة التجارة والصناعة عندهم، يعني نبغي نبدأ فيهم أول شيء. وبصراحة يعني أنا ما أجامل في هذا الموضوع ما تفضل فيه الأخ يوسف، أنتوا بعد لو تعطونا تلتفتون لنا شوي يوسف بنزيد الأرقام، إحنا لو بس تلتفتون لنا أكثر. الجماعة بصراحة في وزارة التجارة والصناعة، نعم احنا مع بعض ونشارك، وبعض الاخوه هنا استشاريين موجودين في منظمه الخليج كذلك، واذكرهم بالاسم، هذا لا مش ممكن اذكرهم لانهم قاموا بالاستراتيجيه وعملوا الريفيو الاول للاستراتيجيه الصناعيه، والان احنا مع بعض، وكذلك الغرفه شاركت، والاستراتيجيه الاولى عرضت في غرفه تجاره وصناعه قطر للعلم، والحمد لله الاستراتيجيه الثانيه، ويجري الان تقييم الاستراتيجيه مره اخرى. الموضوع الأهم هو صحيح هناك قطاعات مثل ما تفضل الأخ يوسف، وإحنا قاعدين نركز عليها، قطاع الألمنيوم وكلفت فيه جهة استشارية وهم منظمة، وبدأوا يقابلون بعض الشركات، وإحنا يعني منتظرين لهذا الكلام، وسوف يكون لنا إن شاء الله مساهمة في هذا الموضوع. الموضوع الآخر اللي ودي أني ألفت له انتباه، التحديات. بصراحة التحديات هو يعني احنا اويل اند غاز، احنا بصراحة ما عندنا يعني هذه صناعتنا الرئيسية هي في البتروكيميكال، فأنا ودي أنه الأخوان في الوزارة يعطون موضوع الأويل اند غاز، مش بس في الوزارة، أنا ما أحملهم، هم وقطر انرجي بصراحة، عشان أكون شفاف في هذا الموضوع، يجب أن يكون فيه نصيب للقطاع الخاص في هذا، دلوني على الطريق، احنا في مسؤولية على قطر انرجي وعلى الوزارة كذلك. احنا لا نعم الألمنيوم صحيح وان شاء الله بنمشي فيه وقاعدين نتعاون فيه، وبدأنا احنا في الألمنيوم بريس، والحمد لله الان احنا نصدر الى دول العالم كلها، نصدر الى امريكا والمغرب، الجزائر، فلسطين، العراق، اليمن، اليابان، باكستان، هذه كلها ميدن قطر، يصنع في دولة قطر وباكد ويركب في كونتينر ويروح يركب في هذه الدول. الحمد لله احنا we are proud of، إذا ترجو إذا يعني تهيئت البنية التحتية الأساسية لأي مشروع لأي من صناعاتنا، الصراحة نستطيع أن ننافس العالم كله، لأنه ما في، إذا كنا جودة وسعر وكواليتي خلاص، إذا نستطيع أن احنا ننافس. وبصراحة هذا ينطبق على كل صناعاتنا، ليش صناعاتنا الرئيسية غازية العالم وصناعاتنا في القطاع الخاص ما تغزو إذا توفرت لها. لذلك أنا أرجع لموضوع بصراحة، وهذا نرجع له وإحنا شاركنا كذلك في الاستراتيجية وعكسنا التحديات، المشاريع البتروكيميكال يجب أن يكون للقطاع الخاص نصيب فيها، إحنا لازم نتغير، احنا كلنا المجتمع رجال الاعمال والقطاع الخاص يجب ان يتغير، يعرف يتكلم بتروكيميكال ويعرف شنو الكيميكال. انا راس شركه من زمان، الى الان اعتبر نفسي توني حاط رجلي على العتبه الاولى لهذه الصناعه بصراحه، فيها فرص استثماريه كثيره. اليوم احنا في عندنا منتجات رئيسيه في البتروكيميكال في الاويل اند غاز، وهذه لها داتا، واحنا نروح للداون ستريم، الأبستريم أو داونستريم، إذا كانت فيه هناك فيد لهذه الهذي يجب أن احنا لا نغفل هذا الموضوع، ويجب أن نركز عليه. وإذا كان هناك مخرجات لهذه الصناعة، نشوف شو المخرجات اللي لم تحصل، وأنا صراحة أكلف يعني ما وزارة الله يجزاهم خير، أي نعم، وإحنا أنا أعرف أن الوزارة الآن تقوم في ثلاثة أشياء الصراحة، ما أبغي يعني تقوم بالدراسات، إحنا يجب أن نكلف نقوم بدراسات جدوى اقتصادية مبدئية للقطاع الخاص as a guideline لهذه الفرص الاستثمارية. وما في عيب إذا كانت الشركات الكبيرة كافكو كابكو قطر انرجي تقوم ببعض الفرص وتطرحها على سوق القطاع الخاص، وهذه هي بصراحة التحديات. شكرا، يعطيك العافية سيد عبد الرحمن الأنصاري، جزاك الله خير على توضيح التحديات والمقترحات اللي تساند طبعا قطاع الغير النفطي والنفطي أيضا،
ومثل ما تفضل السيد يوسف عن المساندة للنفط والغاز أيضا يصب في نفس الإطار أيضا. طبعا ننتقل إلى واقع الاستثمار في دولة قطر. طبعا في فرص كثيرة وإحنا عندنا مستثمرين أيضا ما شاء الله يعني عدد كبير. فطبعا واقع الاستثمار عندنا أحد المناطق اللي هي المناطق الحرة. طبعا هناك في فعاليات تصير في الترويج للمناطق الحرة عالميا ومحليا في طلب والدعوة إلى الاستثمارات. ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع أخونا السيد حمد عبد العزيز المهندي، تفضل. بداية شاكر للغرفة على الاستضافة، شاكر لكم على الاستضافة الكريمة. المناطق الحرة طبعا توفر للمستثمر عدة حلول، من ضمنها أبسطها مكتب لاستخراج الرخصة إلى وحدة مخزنية جاهزة للمستثمر ليأخذها ويطورها ويبتدي يعني عملياتها منها، إلى أرض مربوطة بالبنية التحتية يطور عليها مشروعه. بما نحن اليوم في مؤتمر مخصوص بالمختص بصنع الصناعة في قطر والأجهزة الصناعية في قطر، احنا ركزنا على ثلاث محاور أو ثلاث. أولها كان في مبادرة مع قطر للطاقة، هي مبادرة توطين وخصصت أراضي معينة لفرص استثمارية عن طريق توطين، وكان في آلية وفي فريق عمل مشترك بيننا وبين قطر للطاقة لإرساء هذه الأراضي على مستثمرين معينين، وبدوا المستثمرين واستلموا الأراضي. في تعثر للمستثمرين بعضهم، أغلب أمور مالية مرتبطة مرات بتوفير المال. التعثر التحديات مش دائما مرتبطة بالأمور المالية، مثلا في القطاع الصحي طبيعة الاستثمار عالية جدا وغالية جدا، يعني مصنع دوائي بسيط ممكن يكلف ما بين تتكلم 60 مليون إلى 100 مليون ريال، حتى هاي لو صغير جدا. فمرات المستثمر إذا 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 ما تقلل مخاطرته، بالذات إذا السوق القطري سوق صغير، وإذا هالمستثمر مش متأكد إنه يقدر يبيع للأسواق المجاورة سواء السعودية العراق باكستان المقاربة جدا وكلفته، فمرات مثل ما أخوي قال في الغرفة الدعم الفني لهذه المستثمرين، إحنا نحاول ندعمهم قد ما نقدر ونحاول نصبر ونحاول نعطي grace periods ونتفهم هذه الإشكاليات. ولكن هذه التحديات لازم اليوم نحن بعض المستثمرين نحاول نقلل مخاطر قد ما نقدر، بالذات في القطاعات اللي إحنا نبيها كالقطاعات الدوائية والصحية، لأن طبيعتها مكلفة تكنيكلي صعبة، يعني تقنيا صعبة شوي، وامورها حتى موافقات. فنحاول نتعاون ونسهل على المستثمر، نتعاون حتى مع وزارة الصحة. ومرات المستثمرين يدورون اوفتيك اجريمنتس، يعني يدور عقود سواء مبدئية سواء مدة سنتين ثلاث سنوات. ففي مناقشاتنا مع قطر للطاقة او مع وزارة الصحة او مع مدينة حمد الطبية نحاول ان نأطر هالامور ونخليها انها مطلوبه لمصنعيه، لكي يحدث الاستثمار لازم تقلل مخاطرته شوي. فهاي يعني الاليات اللي نحاول نسويها. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه السيد حمد المهندي. طبعا وضحت اهميه الاستثمار في المناطق الحره والفرص الموجوده طبعا والتعثر اللي يصير من الجهه الماليه للمستثمرين. ننتقل الى بنك قطر للتنميه السيد مبارك الهتمي. طبعا تمويل نقل وتوطين التكنولوجيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا أهمية توافق مخرجات الحاضنات، بحيث أنه شلون المستثمر أو رائد الأعمال إذا حب يبدأ مشروع وعند الفرص مثلا شفناها في هيئة المناطق الحرة، لكن في نفس الوقت تنقصه المادة فيلجأ إلى بنك قطر التنمية وأيضا يستعين بالخبرات من جهات مختلفة. فلو تحدثنا عن هذه الأمور. نعم. نترك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على الاستضافة، وطبعا هو لا شك أن كل قطاع خاص يتطلب متابعة مستمرة معرفة كل التحديات اللي فيه، خاصة المعوقات اللي تواجهنا. فأحنا في بنك قطر للتنمية نعمل بشكل استراتيجي لتقديم عدة حلول للشركات أنها تتغلب على هالمعوقات. فعلى سبيل المثال في هذا المجال احنا خصصنا برامج تمويلية وتدريبية لمساعدة الشركات أنها تحاول تتغلب على هاي التحديات اللي تواجهها. وأيضا أطلقنا العام الماضي برنامج تمويل حلول الرقمنة والتكنولوجيا للشركات اللي حابة أنها تستثمر أو تطور من عملياتها في سواء مصنعها أو شركتها. وأيضا كذلك أطلقنا خدمات تمويل الأخضر،
واللي هو يهتم أو يدعم الشركات الصديقة للبيئة أنها تقلل من تكاليف الطاقة المستخدمة لها. وأيضا عندنا كذلك برنامج المصنع النموذجي، يعتبر هالبرنامج الوحيد من نوعه في المنطقة، بحيث أنه يساعد هالبرنامج أصحاب المصانع في تقليل تكاليف العمليات التشغيلية. والحمد لله احنا أطلقنا سنة 2021، ولحد الحين عندنا فوق 30 شركة مدربة، وشفنا نتائج طيبة، حيث مجموع خفض التكاليف وصل إلى ما يقارب 80 مليون تخفيض في تكاليف هالمصانع. فالحمد لله احنا دائما نسمع من أصحاب المصانع ونشوف شنو التحديات اللي تواجههم، ونحاول نقدم خدمات بحيث أنها تساعدهم أن يتغلبون على التحديات اللي تواجههم في السوق المحلي وحتى في الأسواق العالمية. أشكرك، يعطيك العافية أخوي مبارك الهتمي. طبعاً بلا شك رائد الأعمال في أي جهة استثمارية تواجه بعض التحديات وأحياناً الفشل، لكن الفشل يعتبر هو مرحلة من مراحل أيضاً ريادة الأعمال ونجاح في النهاية. طبعاً لو قلنا رائد الأعمال وشاف الفرص اللي موجودة وطلع تراخيص من وزارة التجارة واستثمر في المناطق الحرة وخذ الدعم من بنك التنمية، طبعا المخرجات لهذا المشروع لازم تكون وفق مقاييس ومعايير معتمدة. نتوجه الآن إلى هيئة المواصفات والمقاييس مع الأستاذ المهندس مشعل محمد الشيخ، ونترك لك لو توضح لنا دور الهيئة في تعزيز تنافسية للإنتاج الصناعي القطري، لأن حسب علمي احنا عندنا المقاييس والمعايير ما شاء الله في دولة قطر من أعلى المعايير خاصة في القطاع الغذائي وغيره، فنترك لك المجال. أولا نشكركم على الاستضافة. بالنسبة حق دور الهيئة العامة القطرية مواصفات والتقييس في دعم الصناعة الوطنية، نقدر نلخصها في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى نقطة المواصفات، النقطة الثانية نقطة المختبرات، والنقطة الثالثة التحكم المطابقة. مثل ما ذكرنا، النقطة الأولى بالنسبة حق المواصفات، الهيئة وفرت ما يقارب من 21,000 مواصفة قياسية وطنية معتمدة تساهم في خدمة الصناعة الوطنية. كذلك عندنا 3,000 وزيادة عنها تم اعتمادها، وإن شاء الله سيتم رفعها للاعتماد على مستوى دولة قطر. عندنا ما يزيد عن 1,600 لائحة وطنية. بالنسبة حق اللوائح الوطنية فهي اشتراطات إلزامية على الصناع والمستوردين التزام بما ورد فيها. 93% من هذه الأرقام اللي كانت ما يقارب 25,000 مواصفة ولائحة، تقريبا كلها 93% متوافقة مع المواصفات والنظم الدولية، فبالتالي الالتزام بهذه المواصفات يعني يمثل التزام بالمواصفات الدولية، بالتالي يساهم على دخول المنتجات اللي تحقق مواصفات القطرية إلى الأسواق العالمية. طبعا احنا تكلمنا عن أرقام كبيرة، وفي جهات معنية في الدولة لها متطلبات، وفي المستثمرين، وفي غرفة صناعة قطر تم تشكيل لجان فنية وطنية لخدمة هذه الجهات في الدولة. فمن ضمن المشاركين في هذه اللجات، في هذه اللجان الوطنية، عندنا غرفة صناعة قطر كعضو أساسي وممثل حق التجار، عندنا الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، حتى وزارة الصحة موجودة في هذه اللجان. على مستوى الهيئات والمؤسسات عندنا كهما أشغال. الهدف من هذه اللجان هو معرفة متطلبات الجهات المعنية في الدولة وكذلك الصناع والمستوردين، حتى أن تكون المواصفات اللي يتم اعتمادها تكون متوافقة وتحقق متطلبات جميع الجهات المعنية. هذا مما يخص موضوع المواصفات. ننتقل للنقطة الثانية اللي تخص الهيئة، عندنا المختبرات. المختبرات المركزية محدثة صراحة بشكل عالي، أجهزة حديثة، كوادر وطنية تم تدريبها على المعايير ويتم تدريبها باستمرار. عندنا المختبرات تخدم الصناعة الوطنية خصوصا في مجال البناء والتشييد، عندنا مختبرات في الأسفلت، عندنا مختبرات في الخرسانة، في الركام، في الجيبرو، في العديد من الصناعات، حتى في المعايير القانونية والمعايير الصناعية تستفيد منها كثير من المصانع الوطنية. هذه كلها تخدم الصناعة الوطنية. وننتقل للمرحلة الثالثة والنقطة الثالثة اللي تخص الهيئة في دعم الصناعة، اللي هو التحقق المطابقة. يبقى عندنا مواصفات وعندنا مختبرات، يبقى لازم في جهة تتحقق من مطابقة المصانع الوطنية حق هذه المواصفات. بالنسبة حق التحقق المطابقة، حرصنا حتى الجهات اللي موجودة في الدولة تكون تعمل ضمن المعايير الدولية. ف
فحطينا لائحة خاصة لتسجيل المختبرات العامل في الدولة. فعندنا 37 مختبر معتمد حاصل على ISO 17025 في عدة مجالات مسجل عندنا في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وقادرة هذه المختبرات على خدمة المصانع الوطنية بشكل مباشر. عندنا حتى رحنا حق step further أو خطوة إضافية بالنسبة حق الجهات المانحة والمؤهلة لشهادات نظم الجودة اللي بتعطي أكثرها، معظم اللي نعرفها الايزو 9001 كان سابقا متروك الشغل لها تشتغل على كيفها، حاليا لا، تم تنظيم عملها اجبارا عليها تسجل في الهيئة، اجبارا عليها تاخذ على شهادات قبل ما تمارس عملها في الدولة. فبالتالي تأكدنا ان هذه الجهات اللي تشتغل في الدولة تكون بمتطلبات عالية، حتى الشهادات اللي تصدرها حق الجهات المعنية في الدولة يجب على تلك الجهات تجيب الشهادات وتوثقها وتتم تسجيلها عندنا في الهيئة عشان تعطي مصداقية لهذه الشهادات. حتى لو انتقلنا حق النقطة الثانية، عندنا حق الشهادات المطابقة للمنتجات الإنشائية في 2000 والسنة اللي طافت أصلاً ما يزيد عن 372 شهادة مطابقة كلها للمصانع الوطنية. عندنا بعد علامة الجودة القطرية، عندنا 25 مصنع 25 منتج حصل على علامة الجودة القطرية، 5 مصانع وطنية اشتغلت معنا بصراحة بجهد وكفاءة عالية وحصلت على علامة الجودة القطرية، منها 3 مصانع مياه اللي هو الدوحة، الصفا، الكلايف، حصلوا على علامة الجودة القطرية، وعندنا القطرية حديد تسليح وعندنا قطر ستيل، هذه المصانع اللي حصلوا عليا على علامة الجودة القطرية. ومثل ما ذكرت انها اشتغلت بجد وفي متطلبات صراحة يترك يعني يفتح المجال هذه للتعريف اكثر بعلامة الجودة القطرية اذا سمحتوا لي. علامة الجودة القطرية هي علامة اختيارية يتم وضعها على المنتج النهائي تدل على مطابقة المنتج للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. في متطلبات إضافية على علامة الجودة القطرية، يعني أكثر ميزة حقها وجود الشارع نفسه على المنتج النهائي، وجود طرف ثالث يقوم بالتدقيق والرقابة على المصنع نفسه، فمعناه يعطي مصداقية أكثر للمستهلك بوجود طرف ثالث. من هو الطرف ثالث؟ الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. طورنا موظفين، حدثنا في المعايير اللي موجودة عندنا عشان نتوافق مع المعايير الدولية عشان تكون العلامة مصداقية أكبر ولها ثقة أكبر. فندعو الصناع، ندعو المستثمرين في دولة قطر والصناع حصول على علامة الجودة، لأنها راح تفتح لهم أفاق جديدة إن شاء الله في أسواق جديدة في المستقبل القريب. كذلك إحنا عندنا مبادرة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، عملنا مبادرة للنزول للمصانع الوطنية، اخترنا المنطقة الصناعية الجديدة نزلنا فيها نبي نشوف أرضية البنية التحتية للجودة في المصانع، المختبرات اللي موجودة، المواصفات اللي يشتغلون عليها، متطلبات الجهات المعنية اللي موجودة عندهم، الصعوبات اللي عندهم. فبالتالي يعني طلعنا بنتيجة الدراسة نتيجة حلوة، وراح نستكمل الدراسة اليوم في المعرض. أنا طلبت من الأخوة الفريق العمل اللي موجود يستكمل اليوم، اليوم أنا عندي فرصة ما رح تتعوض، كل المصانع اللي تنتج موجودة في المعرض، وقلت لهم يا جماعة الخير وقفوا اللي انتم تسوونه ونشتغل هني اليوم لأن كلكم موجودين هني، وهذا هو فخر الصناعة القطرية صراحة. أنا أكون معكم صادق، يعني اليوم أنا انبهرت في اللي شفته، ما شاء الله وصلنا مرحلة يعني أعتقد أن نحسد عليها من كثير من الدول، وهذا بفضلكم وجزاكم الله الخير، يعطيكم العافية. أشكرك، أشكرك أستاذ مشعل الشيخ من جهة هيئة المواصفات والمقاييس. طبعا أخيرا وليس آخرا قبل فتح الباب الأسئلة، نشكر المشاركين السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر، والسيد يوسف أحمد العمادي من ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وأيضا السيد حمد المهندي من هيئة المناطق الحرة، وأيضا السيد مبارك الهتمي من بنك قطر التنمية، والمهندس مشعل الشيخ من هيئة المواصفات والمقاييس. ونشكر الحضور أيضا، ونبي نفتح باب السؤال الأسئلة إذا حد عنده سؤال. إيه تفضل تفضل، اسمحوا لي بس أنا بغيت أعلق يمكن كلام أبو عبد الله يجزاه خير. طبعا تنفيذ الاستراتيجية مو على الوزارة، ما في دور للقطاع الخاص. أنا أتمنى وكلكم قطاع الخاص يعني وأغلب أعضاء الغرفة، إحنا يمكن بلشنا من العام اللي فات نجتمع مع لجنة الصناعة في الغرفة، والمقرر احنا نجتمع كل 3 شهور، بس ودي ان القطاع الخاص يعني جزاهم الله خير شوي يكونوا اكثر فعالية،
احنا حتى في الاستراتيجية اللي عرضناها قال ابو عبد الله احنا عملنا اول ورشة عزمنا كل الجهات المسؤولة عن اللي لهم دور في الاستراتيجية وعزمنا الغرفة والقطاع الخاص واخذنا الملاحظات. احنا على أساس ننفذ الاستراتيجية في جهتين في قطاع خاص وفي قطاع عام. نتمنى يعني القطاع الخاص شوي يكون أكثر فعالية معنا. والشيء الثاني لأن احنا يمكن نتكلم على موضوع تعريف المنتج الوطني في دول مجلس التعاون وقد يدخل عنصر التوطين أو الأعمال الوطنية ممكن يكون قد يكون صعب، بس احنا البديل الاخر ان نتحول الى الثوره الصناعيه الرابعه ونتبنى ادوات هاي على اساس نعوض على موضوع العماله. واتمنى المصانع يعني هاي طبعا مفيد للمصانع على اساس نقلل من الفاقد من المنتجات، وبالإضافة موضوع الصناعة والاستدامة والصناعة اللي تعتمد على الريسايكل وكيف نقدر، لأن سلاسل الإمداد حق المواد الخام هي مهمة بالذات ممكن لاحظنا فترة كورونا كل العالم قل إمداد السبلاي تشين، فهاي جهة أخرى أو جناح آخر نفكر فيه على أساس نسوي سيكوريتي حق المواد. اسمحوا لي بارك. شكرا سيد يوسف العمادي، ونفتح الباب للأسئلة. تفضل الشيخ. شكرا، انا اتقدم بالشكر للاخوان الاخ عبد الرحمن والاخ يوسف والاخ الهندي والشيخ والخليفي كلهم لمشاركتنا في هذه الندوة. انا فقط عندي سؤال موجه للاخ عبد الرحمن والاخ يوسف. احنا دولة مثل ما قال عبد الرحمن تعتمد على الهيدروكربون اندستري، الغاز والبتروكيماويات والبترول. يعني انا اتمنى ان الاخ عبد الرحمن في اللجنة وادارة الصناعة في وزارة الصناعة انهم بالتعاون مع قطر للطاقة انهم يعملون ندوة يشرحون فيها المشاريع اللي تقدمها أو المواد الممكن للمستثمرين في القطاع الخاص يستثمروا فيها في المواد البتروكيماوية والهيدروكربونية. فلو يصير ندوة وطبعاً يقدموا المشاريع اللي عليها دراسات مبدئية في الداونستريم، بس هذا يعني. وأتمنى أنكم بالتعاون وتشرحون لنا إحنا وين نقدر ندخل في هذه الصناعة. سارد الشيخ، احنا عندنا هذا قلت الحين احنا دراسه بدينا في مشروع المجمع الالمنيوم للوصول الى فرص استثماريه في دراسات جدوى مبدئيه. بعد ما ننتهي الخطوه الثانيه ونبلش فيه يمكن مع بدايه السنه هذه مجمع للصناعات البتروكيماويه البتروكيميكلز بالتعاون طبعا مع قطر انرجي، واكيد راح نقابل قطر انرجي ونشوف شو اللي موجود على اساس نطرح فرص اخرى في الـ في الـ في الـ يعني البناء الاربع مجمعات البتروكيميكالز والالمنيوم والصناعات الطبيه. طبعا للهدف الاخير نوصل الفرص الاستثماريه للمواد الخام موجوده او كيف ونطرحها للقطاع الخاص للتنفيذ. النقطه ماخذينها في الاعتبار. بارك الله فيك. اي سؤال اخر من الجمهور؟ تفضل. شغال؟ ايوه. السلام. أولا بداية الحقيقة نشكر غرفة ونشكرهم أيضا على الجهود، ونشكر أيضا البانل على تواجدهم وعلى المعلومات وكل ما الحقيقة ساهموا فيه. أنا يمكن أضيف نقطة بس يمكن أشار لها الأخ العمادي، اللي هي إذا احنا نتكلم اليوم عن مثلا مقومات الاقتصاد، إذا كان بالنسبة للموارد الاقتصادية الأساسية المهمة، ومن ثم طبعا بناء الاستراتيجية، وبداية بدنا نشوف أن طبعا يكون في موائمة ما بين استراتيجية الوزارة والغرفة من خلال تفاهم، وأيضا تقديم مشاريع زي ما تفضل أيضا الشيخ خليفة بن جاسم يكون أساسية وأيضا واضحة على أساس أنه نقدر نتحرك. لكن أيضاً اللي بضيفه أنا على الكلام هذا،
أنه ناخذ في الحسبان أيضا طبيعة الاقتصاد القطري خاصة، عدد السكان القليل، التركيبة السكانية، ومن ثم وفرة رأس المال. ولذلك المفروض الحراك يكون على الجانب التقني، وخاصة يا أما الآن الحديث طبعا عن الذكاء الآلي أو أيضا الروبوتكس من أجل العمل 3D printing، على أساس ما يكون نفس المشاريع اللي مثلا تحتاج الأيدي عاملة كثيرة. إحنا مثل ما الجميع طبعا واعي ومدرك إلى أي درجة التركيبة السكانية ما عاد عندنا أيضا مجال في هذا الجانب، لكن طموحاتنا كبيرة. والسبيل إلى هذا الصراحة يكون طبعا في صناعات حديثة وتوائم ما هو قادم الحقيقة، إذا كان الطاقات البديلة، إذا كان أيضا، وهذا يمكن بشكل عام بالنسبة للاستراتيجية، أو أيضا إدخال الحقيقة العوامل الأساسية. وإذا كان الحديث عن طبعا الموجة أربعة الصناعية 4.01 4.0، إنه نواكب الجانب هذا وما ننغمس في الرؤية التقليدية، يعني ننتقل شوية ونرجع نسأل أسئلة أساسية. اليوم إحنا في قطر وين نبغى نروح؟ شنو المقومات؟ فهمت؟ يعني ما خلاص، إحنا عندنا الحمد لله في خبرات كبيرة، وفي أيضا يعني ممارسات، وفي بنية تحتية هائلة الصراحة. خلونا نشوف إحنا إيش نبغي. وللعلم يعني قطر بأي شكل من الأشكال فريدة، ما هي مثل أي دول العالم الثانية اللي نقدر نقول cut and paste، عندهم صناعة بنسوي صناعة، عندهم هذا بنسوي هذا، ما يمشي معانا. لنا طبيعة، ناخذ الطبيعة ونبني عليها بناء على أيضا رؤيتكم والحديث اللي سبق، ومشكورين وجزاكم الله ألف خير. أرد الله تعمرك، أنا تعليق بس بسيط على ما تفضل بالشيخ خليفة. إحنا طبعا بصراحة أنا I want to highlight مشكلة، أنا قاعد بروحي حاجتي عند يوسف وعند أبو عبد العزيز وعنده ومواصفات، وهذاك بعد فلوس عنده، ما تقدر تقول شيء، لكن كلهم هم مقصرين بصراحة. أرجع ل I want to highlight، يعني أسلط الضوء الصراحة. الآن إحنا نعكف مع الوزارة بصراحة على دراسة تكاليف، وهذا شيء مهم للقطاع الخاص، جميع التكاليف في الجمارك، في الهاندلينج، في من يوم للصناعة كلها، وقاعدين كذلك حتى الرسوم كلها قاعدين اليوم في لجنة متكلفة عندهم في الوزارة، يمكن الأخ يوسف ما ذكرها، وإحنا نشارك معاهم فيها، وإن شاء الله راح يكون في دراسة مهمة للتكاليف. إذا أنت تستورد بضاعة للصناعة، إذا غير الخصم وغير الخصم هذه المواد الخام، أنت تصدر لازم يحطون لك ريد كاربت، هذا وايت كاربت، يحطون لك ريد كاربت عشان تتصدر، والرسوم هذه يجب راح يكون لها إن شاء الله دراسة. البنك قطر للتنمية الصراحة عندهم كثير من المنتجات، أنا ما أمدح عشان مستفيدين منهم، لا نعم عندهم منتجات فريدة الصراحة في موضوع دعم التصدير وكذا، هذه صراحة المنتجات إحنا نستفيد منها، كل مصانعنا تستفيد منها، وبصراحة بشكل جيد. النقطة الأخيرة الانكنتري فاليو، يمكن تقررها الأخ يوسف، وهذه الصراحة موضوع ذو شجون، وبصراحة خلني أكون واضح وشفاف في هذا الموضوع. انعملت ندوة في خلال من قبل شهر على المشتريات الوطنية وكذا، أنا صراحة لم أكن راضي، وإحنا في القطاع الخاص وأنا أمثل القطاع الخاص كلنا ما كنا راضين، يعني وجدنا في الندوة ما شاركنا، سمعنا إيش بيصرفون وإيش بيسوون وراحوا ولا قدرنا. لا، أنا أوعد أن إحنا راح يكون لنا إن شاء الله جلسة أخرى مع الانكنتري فاليو اللي هو القيمة المحلية، وراح نجلس معاهم بشكل أفضل ومختلف، وراح يكون لنا انبوت. إحنا نناقش هذا الموضوع حاليا مع الوزارة ومع الجهات المسؤولة، لأنه في صراحة الانكنتري فاليو في عدة، المالية تقوم بشيء، توطين يقومون بشيء،
أشغال تقوم بشيء، وكلنا نروح نسوي ريجستريشن هني وهني وهني. أنا أعتقد هذا لازم يصير فيه له توحيد، وإن شاء الله راح يكون لنا مجهود في هذا الموضوع. الموضوع هذا طرح كذلك في مجلس إدارة الغرفة وتم التعليق عليه، وهذا من الأهمية بمكان إحنا حضرنا ندوات في الرياض الشهر اللي فات. صراحة في بعض الدول متقدمة جدا في هذا الموضوع، وله مردود مباشر علينا كلنا، على اقتصادنا وعلى استهلاكنا. الموضوع الأخير اللي ودي أتكلم عنه اللي هو الندوة. نعم الشيخ، إحنا إن شاء الله مع الغرفة راح يكون لنا جلسة، وهم كلفوا جهات استشارية الآن، وإحنا كذلك نقول بعد مستعدين أن نشارك مع الجهات الاستشارية، وإن شاء الله راح يكون في ندوات لفرص استثمارية واعدة وتكون نوعية. أخ عبد العزيز إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية. للأمانة صراحة دور غرفة تجارة قطر مشهود وملحوظ مؤخرا، وحتى ترتيب مثل هذه الندوة والمناقشات هذه من الأمور الصحية اللي تبين لرائد الأعمال والرواد في دولة قطر التحديات، وشلون التحديات ينظر إليها من قبل الوزارة، من قبل غرفة تجارة قطر، وأيضا من الجهات الداعمة كبنك التنمية ومناطق الحرة، بحيث أنه في النهاية يصب ذلك كله في مصلحة المستثمر أو رائد الأعمال القطري. طبعا نشكر الحضور جميعا، و اتوقع خلصنا اسئله ان شاء الله، ولا في سؤال؟ سؤال واحد، في واحد والله هناك نساعي رافع يده، وبعدين نرجع لك ان شاء الله. اخر سؤالين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المهندس شادي عفيف، رئيس التطوير مجموعه سهيل الصناعيه القابضه. اولا الشكر موصول لقطر دوله وحكومه وجهات تنفيذيه على الدعم اللي موجود، لكن عندنا تحديات. انا اليوم راح اتكلم عن التحديات، ما راح اتكلم عن الدعم. سؤالي الاول وقضيتي الاولى عند الاستاذ عبد الرحمن الانصاري جزاه الله خير. عندنا في صناعتنا احنا 14 مصنع موجودين في قطر. اكبر مشكله نواجهها اليوم غياب اتفاقيات تجاره حره او تبادل تجاري حر مع الدول العالم. ما في اتفاقيات فعاله مع دول وازنه. السؤال الثاني للاخ الحبيب الاستاذ حمد المهندي، وانا زرته في مكتبه مرتين، يمكن زرتك. الفكره انه عندما تكون هناك صناعه في المناطق الحره لا تاخذ صفه المنتج الخليجي، او كانها لا تاخذ شهاده منشا قطريه. فانا اريد التوضيح في هذا الموضوع، لانه هذا تحدي حقيقي. يعني احنا كاننا في ارض خارج قطر، وهذا مشكلة، هذا بيضيع علينا بعض الفرص. ومرة من المرات احنا تجاوزنا فكرة كنا بنسويها في المناطق الحرة لأنه لسبب هذا المعيق. للأخ مشعل في هيئة المواصفات والمقاييس، احنا أكبر سوق عندنا سوقين رئيسيين، السعودية وأمريكا. لما بنصدر للسعودية حقيقة لو حتى معنا شهادة الجودة وعلامة الجودة من قطر من هيئة المواصفات والمقاييس، نصطدم مع في السعودية بشيء اسمه شهادة سابر وشهادة ساسو. فالحقيقة انه يعني يا ريت لو توصلوا في المرحلة انه شهادتكم هي تمثل او تضاهي ساسو في السعودية او تضاهي سابر في السعودية، وبالتالي هذا راح يسهل علينا كثيرا، لانه هذه عقدة بالتالي احنا لا نستطيع لانه نشتغل مرة على الشهادة القطرية وعلى شهادة سابر ويمكن وساسو وشهادات اخرى. كذلك كل دول، يعني حتى بريطانيا عندها شهادات خاصة، أوروبا الاتحاد الأوروبي كله له شهادة واحدة. فبالتالي يا ريت لو دول الخليج تشتغل على هذا الموضوع، ومشكورين وما قصرتوا. ناخذ السؤال الأخير وبعدين نختم بالأجوبة من الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا ما راح أتكلم عن اللي تكلموا الإخوان، أتكلم عن الصناعة بشكل عام. طبعا الصناعات المتصلة بالدولة هذه ناجحة، لأن هي منتج ويباع لها سوق عالمي وما عنده مشكلة. أما التاجر المحلي إذا بدأ في الصناعة المفروض أولا يسهل العمل ابتداء من الأخ يوسف ونازل، تسهيل يعني إلى أقصى درجة، لأن إحنا محتاجين للصناعة. فإذا أنت عقدت الأمور أنا ما مني فايدة. ثانيا إذا أنا أنتجت لازم أنت تشجعني. أول تشجيعك تحط منتجي في كل مناقصة محلية. أبداً أنا أول واحد، أغلى أقل جودة حطة، ما عندك مشكلة. السنة أقل جودة، السنة اللي بعدها بصير
جودة عالمية. أما إذا ما أعطتني هاي الشيئين فالصناعة ما لها قيمة، أنا ما أقدر أصدر. عرفت شلون؟ أنا عندي صناعات متوسطة أو خفيفة ما أقدر أصدر، يعني ما حد بيشتري من عندي. خلي أقول أنا أصدر فرشات مثلا ماترس في كل دول الخليج موجود، وهم يعني أقدم مني وأكبر مني سوق، وعندهم دعم من حيث عدد السكان، من حيث المساحة الجغرافية، عندهم 20 دولة مثل السعودية، 20 مدينة، أنا عندي مدينة واحدة. فإذا الحكومة ما أعطتني تشجيع لهذا المنتج الوطني ابتداء من البداية سهل عملي. أنا دائما قلت في غرفة تجارة قطر، قلت اليوم أنت لما تروح تقدم على معاملة أو هاي، أول شيء يدورون لك على الأغلاط. ليش تدور على الأغلاط؟ أول شيء يقول لي يا أخي أنا يا هني أفتح لك الباب، أساعدك، أبين لك الطريق، مو بغلطة في البلدية أحط لوحة بالغلط تصكني 30 مخالفة. وش أقول الحين؟ ما بقول منع السفر بعدين حلوة، يعني هذه الأمور المفروضة الآن إذا واحد يبغى يسهل لي، عطني يعني أنت تبي أنا أكون مصنع دولة صناعية، عطني سهولة في كل شيء، سهل لي العملية من ابتداء الأرض، من ابتداء إذا قدمت لك المشروع والمشروع ناجح ومش موجود منه في البلد بكثرة. طبعا ما أقول تعال تفتح لي 50 مصنع من نفس المنتج في دولة صغيرة، بعد لازم توقف حد معين. أنا محتاج لمصنع واحد ألمنيوم، تفتح لي 10 لكل 10 بينامون مع بعض. هذا اللي أنا أتكلم عنه، لابد من النجاح. أما قضية أن أنا والله بعمل استراتيجية 20 سنة أو 30 سنة، يكون اخترب بيت التاجر في 10 سنوات خلاص فلس حقيقة. يعني اليوم أنت شفت الوضع اللي قاعد يستوي، في تجار بدأوا يتراجعون، وأنت دولة صغيرة كلها كم عدد التجار؟ يعني ما في النهاية، لو اليوم 10 تراجعوا بكرة 10 تراجعوا خلاص انتهت القصة. المستثمر ما يكون عنده ثقة أن أنا والله بحط فلوسي في قطر، يعني سامحني مهما يكون. يعني فهي كانت بغيت اقول وصلت الفكره. اشكرك على سؤالك. طبعا نرجع الى موضوع المقاييس والجوده، لان عندنا كذا سؤال فنطرح اللي بالنسبه حق السؤال اللي ورد من الاخوان في حق التصدير للخارج متطلبات الدول الخليجيه الاخرى. احنا في توافق ما بين متطلباتنا وبين متطلباتهم، لو رجعنا حق مواصفاتنا القطريه بتكون هي تقريبا هي نفس المتطلبات الخليجيه، فبالتالي ولكن في بعض الدول تحط التزامات او اشتراطات اضافيه. احنا قاعدين نشتغل معاهم بصراحه على مستوى اللجان الخليجيه، قاعدين نشتغل معاهم بحيث ان نلغي هذه المتطلبات الاضافيه، ولكن هم في الاخير يقول لك ان سوقي وانا لي السلطه احط المتطلبات الاضافيه. يعني فهذا في نقاش، ولكن احنا على الاساس مجرد التزامك بالمواصفات القطريه انت التزمت مواصفات خليجيه اللي هي نفسها مطبقه في الدول الاخرى، وبالتالي بيساعد بشكل كبير جدا على دخول منتجك الى السوق السعودي. وانا معك اتفق ان احنا في تقصير من على مستوى خليجي كامل مش على مستوى دوله قطر، ان ما في اعتراف مثل ما نقول 100% بالشهادات اللي انا اصدرها، ولكن احنا كنا مع الامارات في فتره انه لا في كان في اعترافات، مع الكويت كان في اعترافات مباشره في الشهادات اللي يتم اصدارها، ولكن مو في كل الدول. فان شاء الله احنا في القريب العاجل بنشتغل على ان تكون جميع المتطلبات اللي بتكون على مستوى التقييس، لان في متطلبات خارج مستوى التقييس احنا ما نقدر نتدخل فيها. وشكرا. لو سمحت لي انا أول شيء الأخ من السهيل القابضة، أنا بعثت لك 4 جروبات يزورونك بس عشان أتطمن عليك، مع أنك منافس بالنسبة لي، يعني أنتوا في الصناعة صح يا سامي ولا ما صحيح؟ على أساس أن تطمن أن أنتوا you are in the right direction إذا تحبوا أي ساعة. وهذه مش بصراحة فقط لأني أعرف ما هي الصعوبات بصراحة ولا هو بمسؤوليتي، لكن أنا بصراحة أنافح عن الصناعة بطبيعة الحال. الموضوع الآخر الله يسلمك، أنا أعتقد يمكن الأخ يوسف راح يعلق عليه أكثر. خذ عن نفسك، يعني بصراحة احنا واجهنا بعض الصعوبات مع بعض الدول والرسوم اللي تفضلت فيها، لكن لازم تكتب للوزارة، وزارة التجارة يمكن القسم مش خاص في الأخ يوسف التجارة، وتعرف علاقات يدخل فيها بوليتكس شوية هذه المواضيع، لكن خذ عن نفسك اكتبها وحددها، وراح يفتحوا الباب الجماعة بصراحة في الوزارة. احنا بعض الدول واجهنا نفس المشكلة، والآن إن شاء الله
راح نوقع اتفاقيات مع هذه الدول اللي احنا واجهنا صعوبات معها، اللي كنا نصدر لها وفرضت علينا بعض الرسوم الجمركية وكذا. فأنا أعتقد النصيحة يعني، وإذا تحب احنا نساهم، احنا ما عندنا مانع، لكن الأخ يوسف يمكن يعرف أو أنا أعرف في الوزارة عندهم في وزارة التجارة هم يأخذون بالاعتبار هذه، يحسبون الميزان التجاري، يعني فيها بعض المتطلبات الأخرى السياسية وغير السياسية. فالله يوفقك إن شاء الله. وأنا مبسوط إن في حد دخل الصناعة، مو شماتة لكن أبغي يذقون اللي ذقنا يعني. شكرا 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 أستاذ. وننهي إن شاء الله بالإجابة على آخر سؤال مع السيد يوسف العمادي، تفضل. شكرا للأخ سهيل من شركة سهيل. أنا بس حبيت أعقب على نقطة، هذه الإشكالية الحمد لله الآن في طور الحل، فبإذن الله وجدنا لها آلية، فأدعوكم إن شاء الله لزيارة ثالثة، إن شاء الله تصلى بتكون موفقة بإذن الله. شكرا. أي نعم أي نعم تفضل. برد على عبد الله محمد، كلامك صح. أنا ما بقول لك إحنا بالعكس كل أموركي الحين، المشكلة جهتين، خلينا نكون واقعيين حقيقة. اللي قدم المشروع الصناعي للأسف الشديد، يعني ما بقول الكل يعني بعض، مو بعرف يقدم إيش. يعني أنت بتقول توك تقول في معوقات وإحنا ما نقدر نطلع و و و إذا أنت بتقدم المشروع الصناعي، يعني في نسبة يقدم المشروع الصناعي هدف آخر مو مش مشروع صناعي. ما هاي التجارب، الناس أنت بتأخذ تعلم من التجارب. البعض يقدم ما يعرف إيش يقدم. يعني الحين حط النافذة الواحدة، الاشتراطات معروفة 1 2 3 4 5 6 قدمها. ليش تقول ياخذ روح وتعال روح وتعال؟ ما يقول لك أنت قدم دراسة جدوى، أنت ما تقدم دراسة جدوى. يقول قدم هاي أنت ما تقدم هاي. أنت يعني المفروض المقدم لدراسة المشروع الصناعي شنو الفكرة، دارس الموضوع أساس ما يحط نفسه بشكل ما قلت. في بعضهم قاعد يتراجع، ليش أنت قبل سنة وقدمت ورحت قد ما قدم شيء سليم، وأنت مشيت في الطريق، يعني أنت مش عارف وين رايح. يعني ما بدخل في أمور أخرى، بس حتى المشاريع تقول لي عطى 2، اليوم السوق مفتوح ما تقدر تمنع الآخر. أنا عطيت مصنع واحد دشوا لك 30 منتج نفس مصنعك، بغض النظر هو كان يوسف المنتج الآخر ولا من دولة ثانية علي ولا حسن، يعني السوق مفتوح. إذا ما قدرت تقول لي بس أنا بنتج حق السوق المحلي، هي قد يكون في مواد البناء، بعض مواد البناء اللي صعب، بس تفكر مجلس التعاون على سبيل المثال هو سوق واحد. إذا أنا ما أفكر أروح هنا وأفكر أروح هنا راح تواجه مشاكل. بس أنا أقول بالأول اللي يقدم على المشروع خليه يعرف يقدم على إيش، يدرس الفرص، في إمكانية للتصدير ما في إمكانية للتصدير، في إمكانية أتمتة الأمور هذه يعني، ولا يفكروا الوحيد في السوق، لأن المنافسة حتجيك من الجهات الأخرى. السوق مفتوح، يعني ما تقدر تقول ما جاك من منافس قطري، بيجيك منافس على سبيل المثال من إكس دولة، من الواي، من السعودية، من الإمارات، من أي دولة بتنافسه، ما يضر لك تنافس يوسف ولا واحد آخر. يعني أنا أتمنى من الجميع النافذة الواحدة الحين سهلت الإجراءات، البيانات احنا أطلقنا بوابة قطر الصناعي، في بيانات الصناعة، الخدمات، المنصة الصناعية تقدر تقدم عن طريقها، تقدم عن طريق النافذة الواحدة، بس بشرط يكون الابليكيشن المقدم. أنا عارف الواحد يفكر ليش أنا أقدم هاي، بس أصلح حق صاحب الطلب على أساس يعرف بالضبط. اليوم أنا على السيف أحسن ما أدش البحر، أعرف أنا وين رايح، بس أروح هناك عقب أقول وين أروح، هاي المشكلة. اسمح لي، ما إحنا حطينا الله يسلمك التكرار. أخير نلقى اللي افتحوا 20 صحيح الشيخ، يكون في ليمت. احنا حطينا الله يسلمك لو تدخل الموقع الوزاره وتقدم في النافذه، حطينا المشاريع اللي ما نرخص لها، مشاريع اللي فيها اكتفاء بالسوق المحلي، مشاريع اللي هاي موجوده لو تدخل على اساس تقدم الطلب، مثلا تحط على سبيل المثال مشاريع المياه، على سبيل المثال مشاريع المثال تحصل ما في ترخيص صناعي، ما راح تحصل ترخيص صناعي. مشاريع اخرى ما نعطيك، ما نبي نشجعها، ما تعطي الحوافز الاخرى مثل الارض الصناعيه. ومشاريع احنا نشوفها سلبيه، السوق فيه تشبع، ما يعني ما ننصحك تروح، ما بقول نحاول نخلق عراقيل، بس ما ننصحك في المشاريع هاي كلها منشوره على الموقع الوزاره وفي النافذه الواحده ومنصه خدمات الصناعه.
في الختام لا يسعني إلا أشكر الضيوف الكرام والحضور وعلى رأسهم الشيخ خليفة الثاني، وطبعا نشكر غرفة تجارة قطر على تنظيم مثل هذه الفعاليات المصاحبة للمعرض والذي تثري رواد الأعمال بالمعرفة والتوعية بأمور تخص مشاريعهم، وشكرا جزيلا للجميع.